بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. مجالس شهر رمضان الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل الأعمال، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أشرف الكلام وأعظم الكلام، ولأننا مأمورون باتباعه والعمل به، ولا بد من تلاوته، لأنه لا يمكن العمل به إلا بتعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره ومعرفة معانيه، لأننا مأمورون بأن نعمل بما فيه، فنعمل بأوامره ونجتنب ما نهى عنه، فلا بد من معرفته تماما، وذلك بتعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره وتفسيره، فهو الكتاب المنزل علينا لهدايتنا ودلالتنا على سبيل النجاة وتحذيرنا من سبيل الهلاك. فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب هو القرآن، والذين اصطفينا اخترنا، وهم هذه الأمة. فالله جل وعلا اختار هذه الأمة المحمدية وأنزل عليها أشرف كتاب أنزله على رسول، تعلمه وتعليمه أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي تلاوته أجور مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففي كل حرف حسنة، وفي كل حسنة عشر أمثالها مضاعفة، وهذا فضل عظيم. والله يسر القرآن للتلاوة والعمل، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يحفظه الصغير والكبير، ويحفظه العامي والعالم، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، يسره للذكر، سهل حفظه وسهل تلاوته وسهل العمل به لمن أقبل عليه. فهو الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة أنها مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن وموضحة للقرآن، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي من الله، لكن القرآن متعبد بلفظه وتلاوته، وأما الحديث فإنه وحي من الله ولكن لم يتعبد بتلاوته، وإنما أمر بتعلمه والعمل به، ولا يشرع أنك تردد الحديث وتقرأه، ولذلك لا يقرأ في الصلاة، وإنما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتعبد بتلاوته وقراءته. فيجب على المسلم أن يعتني بكتاب الله ولا يغفل عنه، لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي أنزله الله فيه، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك في شهر رمضان. فلتلاوة القرآن في شهر رمضان مزيد فضل وخاصية، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في كل وقت وفي شهر رمضان خاصة. كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، ويتفرغون لذلك. فينبغي للمسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، ولا يعرض عنه، ولا يبتعد عن تلاوته في كل السنة، ولكن في شهر رمضان يكون الاهتمام أكثر، لأن الأجر أعظم، ولأن القلب يتفرغ بالصوم والقيام بالليل، تفرغ القلب لاستقبال القرآن أكثر من غيره. فيكثر المسلم من تلاوة القرآن، سواء كان يقرأه عن ظهر قلب أو كان يقرأه من المصحف، وسواء كان يجيد قراءته أو كان يتتعتع فيه ويشق عليه، فليصبر. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فالمسلم لا يترك تلاوة القرآن، ويكثر من ذلك، وسواء كان يقرأ القرآن كله أو يقرأ بعضه أو يحفظ سورا منه، فليردد ما يحفظ ويكرره، لأنه قرآن. سواء كان يقرأ من المصحف بعض القرآن أو يحفظه ولو من قصار السور، فإنه يردد حفظه ويردد ما يحفظه من السور والأجزاء حتى يحصل على هذا الأجر. فإن الأجر يحصل بتلاوة القرآن كله، ويحصل بتلاوة بعض القرآن بحسب استطاعة المسلم. فلو جلس المسلم في المسجد ويكرر السور التي يحفظها، فإنه يحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأه كله وكرره فذلك أعظم أجرا وأكثر ثوابا. إنما المسلم لا يبتعد عن القرآن، يكون له نصيب من تلاوة القرآن يوميا على طول السنة، يرتبط بكتاب الله، ويكون له حزب يقرأه يوميا ولو كان قليلا، ولو لم يختمه في الشهر إلا مرة، إذا ختمه أكثر من مرة في الشهر فهذا أفضل. فلو حزبه 30 حزبا كل يوم يقرأ جزء، هذا فيه خير كثير. ولو حزبه 3 أثلاث يقرأ في كل يوم 10 أجزاء، هذا خير كثير. ولو حزبه 10 كل يوم يقرأ 3 أجزاء، فكان ذلك خير كثير. المهم أنه لا يكون يمضي عليه شهر ولم يقرأ كتاب الله عز وجل، يكون مرتبطا به تمام الارتباط، ولا يكون معرضا عنه، لا يتلوه. فالإعراض قد يكون إعراضا كليا كإعراض الكافر والمنافق، وهذا والعياذ بالله متوعد بأشد الوعيد، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا إعراض الكافر والمنافق. وكذلك الإعراض عن التلاوة، ولو كان الإنسان يؤمن به ويتبعه ولكنه لا يتلوه، هذا إعراض، نوع من الإعراض ونوع من الهجر. فلا يبتعد المسلم عن كتاب ربه عز وجل، بل يكون له ارتباط به ويقرأ منه يوميا. وفي رمضان يجد نشاطه وجده أكثر من غيره، فيكثر من ختم القرآن في هذا الشهر العظيم،
ليحصل على هذا الأجر الكبير والثواب العظيم، ولأنه إذا أكثر من تلاوة القرآن فإن القرآن يؤثر في قلبه خيرا وهداية، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا أكثر من تلاوة القرآن حصلت له الهداية والنور في قلبه والهداية في بصيرته، وكذلك العمل بالقرآن هذا هو المطلوب، العمل بالقرآن هو المطلوب، ولكن لا يمكن أن يعمل به إلا إذا كان يتلوه ويقرأه. أما إذا كان لا يتلو القرآن ولا يقرأه فإنه يضعف العمل به، وقد يعدم العمل به كليا، كلما ابتعد الإنسان عن القرآن ضعف عمله وربما يترك العمل نهائيا. والقرآن سيكون حجة علينا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به عند الله سبحانه وتعالى ويكون شافعا لك يوم القيامة، أو حجة عليك يوم القيامة إذا أعرضت عنه. فهذا القرآن هو حجة الله على خلقه، لئلا يقول يوم القيامة: ما عرفنا ولا درينا ولا جاءنا كتاب ولا جاءنا رسول. الله أقام الحجة على خلقه. من حكمته أن هذا القرآن الآن يتلى في المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام التي تبثه ويبلغ المشارق والمغارب، لئلا يقول العباد يوم القيامة: ما جاءنا حجة. قامت الحجة الآن على الناس، المؤمن والكافر والمنافق، لأن هذا القرآن يبلغ المشارق والمغارب، وقد سخر الله له هذه المحطات وهذه الفضائيات التي تبثه على العالم، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ العالم، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المبين، ذكر الجنة والنار وكرر ذلك في مواضع من كتابه، وبين ما فيهما، بين ما في الجنة من النعيم والسرور، وما فيها من الخلود، وما فيها من النعم والمستلذات، وبين ما في النار من العذاب والنكال والأغلال والعذاب الأليم والإحراق والحرارة وغير ذلك من أنواع صنوف العذاب الذي لا يدخل تحت حصر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبين الأسباب التي توجب دخول الجنة والأسباب التي توجب دخول النار، كل ذلك رحمة بعباده وتنبيها لهم لأنفسهم، لأجل أن يبتعدوا عن أعمال أهل النار وأن يأخذوا بأعمال أهل الجنة، رحمة منه سبحانه وتعالى لحاجتهم إلى ذلك وفقرهم إلى ذلك، فلم يتركهم سبحانه وتعالى بدون بيان وتوضيح، قام عليهم الحجة. والنار دار الكفار والمشركين والمنافقين، هؤلاء مخلدون فيها، من مات على الكفر وعلى الشرك وعلى النفاق الأكبر فإنهم مخلدون فيها، وهم طبقات دركات والعياذ بالله، دركات، كل درك أسفل من الذي فوقه، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا.
لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويخادعون، فلذلك صار جزاؤهم أشد من جزاء الكفار المجاهرين بكفرهم وشركهم. وكذلك يدخل النار من المؤمنين العصاة، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، توعد الزاني بالنار وتوعد شارب الخمر بالنار وتوعد على أنواع من الذنوب الكبائر بالنار وتوعد آكل الربا بالنار، وإن كانوا مؤمنين إذا فعلوا هذه الأفعال فإنهم متوعدون بالنار، ثم هم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء الله أدخلهم النار وعذبهم فيها ما شاء الله جل وعلا من المدد، ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها، ولكن قد يبقون فيها طويلا حتى يتفحموا يكونون فحما من العذاب، ثم يخرجون منها ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك والنفاق الأكبر. على كل حال، هذه النار خطرها عظيم، قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توعد على هذه الذنوب الثلاثة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وفي الآية الثالثة: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فتوعد على دخول النار بترك الصلاة، من تركها نهائيا وتعمد تركها هذا كافر، يدخل النار مخلدا فيها إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من كان يصلي لكنه يخرجها عن وقتها وينام عنها فهذا متوعد بالويل، الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، وهكذا. هذا يصلي لكنه لا يصلي على الصفة التي أمره الله بها، يخرجها عن وقتها، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد بالويل والغي والعياذ بالله. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، اللي يرائي بعمله يتظاهر للناس لأنه يصلي لله ويتصدق لله، وهو في الحقيقة يريد المدح والثناء من الناس، يريد الرياء والسمعة، هذا وإن كان مؤمنا فإنه متوعد بالنار، لأن هذا من النفاق العملي، فهو متوعد بالنار على الرياء. فالرياء خطير لأنه شرك، نوع من أنواع الشرك، وهو شرك خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمه إلا الله، لأنه في النيات، والنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فخطره عظيم. وكذلك الثالث: الذين يمنعون الماعون، وهو العارية اللي ما يعير المحتاجين، ما يعير الثوب ولا يعير السيارة ولا يعير الدابة للمحتاج، ولا يعير القدر لمن يطبخ به، ولا يعير الفأس لمن يحفر به، هذا متوعد بالويل. ومن ثم استدل بعض العلماء على وجوب العارية لمن يقدر عليها أن يعير المحتاج، لأنه متوعد على تركها، والجمهور على أن العارية مستحبة وليست واجبة، ولكن هذه الآية تدل على أن الإعارة واجبة، لكن بشرط أن يكون المعار أمينا ينتفع بالعارية ثم يردها إلى صاحبها. أما الذي يأخذ العارية ويتلفها ولا يبالي فيها
فهذا لا يعار. وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده لا ترده إلى أهله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها سارقة تحتال على السرقة باسم العارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فالذي يستعير أموال الناس ولا يبالي فيها ويضيعها ولا يهتم بها هذا عليه وعيد شديد، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. ومن ثم إذا اشتهر أنه لا يهتم بالعارية ولا يردها فإنه لا يعار، وليس على من امتنع من إعارته لوم، إنما اللوم على الذي يمنع العارية من إنسان محتاج أمين ينتفع بها ويردها إلى صاحبها. على كل حال، هذه النار والعياذ بالله نار لا يعلم خطورتها وشدتها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ذكر لنا منها أنواعا من العذاب، وجعل في هذه الدنيا نماذج مما في النار مما يحس به الإنسان من الجوع والعطش والحر الشديد والشوك وغير ذلك والألم والمرض، هذه أنواع من عذاب النار، والحمى، وكل هذه من أنواع العذاب الذي في النار، والروائح الخبيثة والمناظر الكريهة، كل ما يكره ويستقبح في هذه الدنيا فإنه نموذج مما في النار، وكل ما يستطاب ويستلذ فإنه نموذج مما في الجنة، جعله الله للاعتبار والاتعاظ والتذكر. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن تلاوة القرآن من أفضل الأعمال، لأنها تلاوة كتاب رب العالمين الذي هو كلامه جل جلاله، كلام الله جل وعلا هو أفضل الكلام، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو كلامه المنزل على نبيه المرسل عليه الصلاة والسلام، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام وأمره الله بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغه إلى أمته، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، وهذا هو سنده عن محمد رسول الله، عن جبريل، عن الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليس قبله ما يكذبه ولا يأتي بعده ما يكذبه ولا ما يخالفه، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو الذي أنزله وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، فلا يزال ولن يزال هذا القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل، لم يغير منه حرف ولم يطرأ عليه أي تغيير، وسيحفظه الله جل وعلا إلى أن يرفعه إليه في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يبقى في الأرض قرآن، وذلك عند قيام الساعة. فهو كلام الله أنزله هداية للخلق، إقامة للحجة
على المعاندين وهداية للمؤمنين الذين تقبلوه وآمنوا به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هدى لجميع الناس بمعنى أنه بين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ودعا إلى الإسلام، وهو هدى للمؤمنين خاصة لأنهم تقبلوه وآمنوا به وعملوا به، فدلهم به على ما يرضيه سبحانه وتعالى. فلذلك تستحب تلاوته والإكثار من تلاوته مع التدبر والتفكر في معانيه. والتلاوة لها آداب: أولا أن يكون الإنسان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. أما الطهارة من الحدث الأكبر فهي واجبة، ولا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهي مستحبة لمن كان يقرأ عن ظهر قلب، استحب له أن يكون متطهرا، ويجوز أن يقرأ على غير طهارة إلا إذا كان يقرأ من المصحف، فلا يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن آداب التلاوة أن يخلص النية لله عز وجل، أن يقرأ القرآن احتسابا لوجه الله عز وجل وتقربا إلى الله، يبتغي ثواب الله، لا يقرأه رياء ولا سمعة ولا لأجل طمع من مطامع الدنيا، فلا يقرأه إلا لوجه الله، يريد بذلك ثواب الله عز وجل والتقرب إليه بتلاوة كتابه. ومن آداب التلاوة أن يحضر قلبه عند التلاوة، فلا يقرأ وهو مشوش الفكر أو غائب الذهن، يقرأ الحروف فقط من غير حضور قلب، فإن هذا لا ينتفع بالقرآن، لا بد أن يقرأه مع حضور قلبه وحضور فكره وإقباله على كتاب الله عز وجل. وكذلك من آداب التلاوة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك عند بداية التلاوة. فمعنى قوله فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من أجل أن تسلم من شر الشيطان، فلا يحضر عندك ويصرف قلبك عن القرآن أو يغلطك في ألفاظ القرآن ويشوش عليك القراءة. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة بحضور قلب، فإن الله يصرف عنك هذا الشيطان ويمنعه منك، فتتمكن من تلاوة القرآن على الوجه المطلوب بتدبر وإقبال قلب وتأثر بكلام الله عز وجل. فإن الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلو أن القلوب حضرت حضورا صحيحا عند تلاوة القرآن لكان لها شأن وانتفاع بكلام الله عز وجل، ولتأثرت وخشعت لله
ولصلحت الأعمال واستقامت الأحوال، لأن هذا القرآن هدى ورحمة وشفاء ونور وروح وذكر لله عز وجل. فإذا حضر القلب عند تلاوته وتأمل فيه فإنه يؤثر فيه تأثيرا عجيبا، ويكون القرآن هو دليله إلى الخير، ويتأثر بالقرآن فيعمل بأوامره ويترك نواهيه ويتخلق بأخلاقه. فلو أن قراء القرآن تأدبوا بآداب التلاوة لصار لهذه التلاوة تأثيرا عجيبا عليهم. وأما إذا قرأوه بألسنتهم فقط ولم يتدبروه ولم يتفكروا فيه، أو قرأوه رياء وسمعة، أو قرأوه لأجل طلب الدنيا، فإنهم لا ينتفعون به ولا يؤثر فيهم. وقد جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يقيمون حروفه ويجودونه، ولكنهم لا يعملون به ولا يتدبرونه، فلا يتجاوز حناجرهم، إنما هو باللسان فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم على القارئ القرآن أن يتوسط في قراءته بين العجلة وبين التمطيط، فلا يمططه ويمدده تمديدا زائدا عن الحد كما يفعله بعض المتنطعين، ولا يهذه هذا الشعر ويسرع فيه، وإنما يتوسط في تلاوة القرآن حتى يكون له لذة ويكون له حلاوة ويكون خفيفا على القلب وعلى الأسماع. هذه جملة من آداب تلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به ويعملون به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.